مبادرة ريادة التي أطلقها السيد رئيس الوزراء. اليوم احنا باكبر ورشه تدريبيه في العراق لمبادره رياده، مبادره رياده التي اطلقها السيد رئيس الوزراء قبل فتره وفي كل المحافظات. اليوم احنا كمدربين في جامعه البصره حبينا ان ننقل صوره جميله عن جامعتنا بان يكون لدينا مبادره 100. الكل ممكن يتساءل ما معنى مبادره 100. مبادره 100 اليوم راح نستقبل 100 متدرب في رحاب جامعه البصره. العدد الطبيعي للتدريب هو 20، ولكي نضمن أن كل المتدربين ينالوا القدر الكافي من المعلومات كان معي اليوم متواجد 4 مدربين آخرين، حصة كل واحد هو 20، فنحن 5 في 20 100 متدرب سيتلقون معلومات بشكل مكثف، وبعد 5 أيام سيكونون إن شاء الله مهيئين لأن يكتبوا دراسة جدوى متكاملة تؤهلهم للانتقال إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة التقديم على القروض. خطة المشروع اللي تشمل خاصة بها الطلبة والخريجين وأصحاب المشاريع، سواء اللي عنده فقط فكرة مشروع، كيفية بدء المشروع إلى أن ينطلق المشروع إلى السوق. اليوم المبادرة احتضنت رئاسة جامعة البصرة بالتعاون ويا وحدة التأهيل والتوظيف جامعة البصرة CDC يعني بإشراف دكتورة إيناس. اليوم مبادرة شوي مختلفة، هي انطلقت مسبقا بعدد محدد 20 تقريبا 20 فرد لمدرب واحد، اليوم لا كانت تشمل 100 شخص، سموها مبادرة 100 بحيث تشمل 100 شخص بـ4 مدربين موجودين هنا. الغاية أو الهدف من هذا المشروع هو أنه إحنا كيفية نقلل من مستوى البطالة، إضافة إلى كيفية أنه نخلي أشخاص اللي عندهم مشاريع ما تذهب أفكارهم فقط تبقى على ورق مكتوبة، لكن كيفية نطلقها للسوق ويستثمروا من عندها ويرجع لهم ردود مادي من هذه المشاريع. أنا عندي مشروع طباعة فتحته 2016، بدأت تعرفوا 2016 كان قليل إنه هتشي نشاطات، فأنا كنت أطمح إنه أخذ تمويل أو قرض في جهة معروفة ويعني واثقة من عندها. فالحمد لله من شفت تطبيق ريادة سجلت قبل يعني بي لأن من الدولة، وأنا بالنسبة لي يعني ما متعينة، ف يعني كله على المشروع، تركيزي دائما على المشروع. المشروع أنا تمويل ذاتي، فإن شاء الله يعني بهذا الريادة يعني أوصل لمرحلة التمويل وإن شاء الله أطور مشروعي أكثر. نتمنى هذه المبادرة تنفع الشباب وتكون مشاريع جيدة وأفكار جديدة تحاول تساعد الشباب تشيلهم من واقعهم المرير اللي نشوفه بسبب كثرة البطالة وقلة فرص العمل. نتمنى تكون فرصة جديدة تطوير مشاريع وأفكار الشباب من خلال هذه الدورة ومساعدة الأساتذة اللي موجودين. محتاجين أنتم هالشي دعم؟ أكيد أكيد محتاجين. عندنا إلمام بس مو ذاك الإلمام اللي نقدر على أساسه نم مشاريعنا. شنو مشروعك؟ محمد ناجح. إن شاء الله يكون مشروع يعني مطعم صغير فاست فود أكلات سريعة. من شفت هذا المشروع مبادرة ريادة شفته في شيء إن شاء الله فيه فرصة، ليش؟ لأن راح يخدمنا من ناحية التمويل. احنا نبدي كبداية كفكرة ناشئة، بعدين شوي شوي ندخل بيها، إذا أريد نتوسع نحتاج إلى قروض مالية، فشفت هاي المبادرة بيها فرصة إن شاء الله.